يقول السائل: نرى اليوم الكثير أو بعض الشباب يحلقون رؤوسهم من الجوانب ومن الخلف تشبها بالكفار، فما حكم ذلك؟ وما دور الآباء وأولياء الأمور في هذه الظاهرة؟ هذا العمل وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه هذا منهي عنه، هذا هو القزع المنهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو اتركه كله. أما حلق بعضه وترك بعضه فهذا منهي عنه وهو القزع. وأيضا فيه تشبه بالنصارى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.